عثمان، ياك ما كاين باس. ايوا ماشي من عادتك تتعطل في الخدمه. غاسكتي، وراني كنت في الكوميساريه. ياك شي باس ما كاين. اشفروا لي الموتور. اويلي، وفين شفروه ليك؟ الله يخليك جليله، على راسي مهرس. انا في اللي عاود نفس الاسطوانه، وراني ميت بالجوع والفقصه، ما خلات لي عقل باش نفكر. وقول لي على الاقل غا كيفاش وقع. انتي هكاك حالك، اما كتفرقي عليا حتى تعرفي اش وقع. وكيف تتعرفي اليوم اخر الشهر ودزت الكيشي باش نسيري ديك البركه؟ اوقفت الموتور حدا الشباك وانا نتلاقى مع يوسف صاحبي اللي في المانيا. واش يوسف اللي قرا معانا في الجامعه؟ وهو هذاك. المهم امام شحال هادي ما تشوفنا، مده ديال 6 سنين هادي، وبقينا تنهضروا حتى ما عقلناش على روسنا. واحد الوقيته جاء تليفون من عند اختو وتتقول لي يسير براسو، وفي هاد اللحظه حتى انا تفكرت بلي راه انا تعطلت. ودرنا انا وياه موعد باش نتلاقاو، ومنين تيري الفلوس قدرت لقيت الموتور. الله الله مشى. المشكل هو ان ديك البركه اللي تنشد وبحرها تنتعاصر معاها في الشر، والموتور ما شريتو غير بمشقة النفس باش جمعت لي 5000 درهم، وكان فكني من الطوبيسات. ايوا واشنو المعمول؟ ايوا راني درت المحضر عند البوليس وغنتسنى حتى يديروا الريشيرش، وراني لقيت واحد البوليسي صاحبي وقال لي غايدير مسكين مجهود باش يلقاه. ايوا يكون خير. ايوا ولا ما لقاهش؟ اتفائلي بالخير يا هاد المرأة. ايوا راني تنتكلم معاك بمنطق. ورا هذاك المنطق ديالك الا وقع ورا غيسكت لي انا القلب. ايوا هي نعاودو نغيرو الصمتة باش تشري تاني موتور، ولكن راه الماطرو ولاو غاليين. المهم واش كاين شي غدا؟ راه عصافير بطني ماتت، اما شي عاد تغوت. ايوا يلا نعود نمشيو للكوزينة. بلاتي بلاتي يا جليلة، أكنت غنسى. ياك لاباس عاود تاني. صاحبي يوسف راه عارض علينا العرس ديالو، بغا يتزوج. الله يكمل بخير. وإمتى هادشي؟ هاد السبت في قاعة الأفراح اللي كاينة في قليز. إيوا الله يكمل بخير، ولكن راه كاين واحد القضية. تذكري كلمة القضية وتتفكريني في البوليس مع الموتور. عندي جوج تكاشط ولكن ما عندي المضمة. ما تقولها لبنت خالتك يسرى تسلفني مضمتها، غنمشي بها في ديك الليلة وفي الصباح ردها ليها. يا سلام، وما تقوليها ليها انتي نيت، سيري لعندها وانا عارف يسرى ما تخسرش ليك. ايوا دابا نوضي حتى النار غدا خلاص. يا صبر يا اللي تيصوني. شكون؟ اختي جليله. يا مرحبا والف مرحبا. كيف ترى وجرح حتى طحنا لك في البال؟ والله اختي يسرى راك ديما في البال، غير ما تنساليش. وكان اللي سمعك تقولي ما تتساليش يقول هذه خدامه في الامم المتحده. ايوا زيدي بعدا ندخلوا للدار. مرحبا والف مرحبا. ساعة مبروكة هادي اختي اللي شفتك. ايوا من حقك تقشي بي عليا، حيت انا اللي هبيله جايه لعندك. اش خبر ولد خالتي عثمان؟ وهو من جهة الصحة لاباس عليه، ولكن من واحد الناحية ما لاباش عليه. واش هادي حجية؟ ووضحي كلامك. اسكتي، الشفارة داو ليه الموتور البارح. مسكين، وهذاك الموتور هو رجليه، وديك لا راه عند البوليس وفي البلاصة، ودروك راه هو وزهرو. مسكين ما عنده زهر، المشاكل تتسابق معاه. أشوفي قولي ليه إلا احتاج لشي بركة باش يشري شي موتور آخر يجي لعندي وما يترددش. بارك الله فيك، شكرا أختي ملي فكرتي تعاونيه. ما تقوليش هاد الكلام جليلة، ما تنسيش راه انا وعثمان كبرنا بجوج ودايرين بحال الخوت.
ربي يخليك يا يسرى. وهو في الحقيقة هاد الشي تيجرني ندخل في الموضوع اللي جيت عليه، وتنتمنى ما تخيبينيش. أحشومة تقولي هاد الكلام، انت غير أمري وانا ننفذ. حاشا، وفي الحقيقة غادين أنا وعثمان معروضين لواحد العرس هاد السبت، وبغيتك تسلفيني الضمة ديالك ليلة وحدة باش نحضر. هي بغيتي تخطفي الأنظار، وانتي تبارك الله ما شاء الله آية من الجمال، وهي بغيتي عثمان يرتكب شي جريمة ونعطيها رختي. علاش لا؟ الهلي خطيك أختي يسرى، إوا ما نردو لك بالخير أنا وعثمان. أفوجوهكم، عندي حتى حاجة ما تبان قدامكم، ونمشي نجيب لك المضمة. بلاتي يمشي وشوف شكون تيصوني. أنهار كبير هذا، أما عرفتي شنو جاك تطل على أختك؟ كاينة عندك جليلة. إيوا تفضل بعدا زيد. عثمان أشنو جابك؟ واش تك فرحان؟ لقيت الموتور، البوليس لقى القبض على واحد العصابة وعيطوا ليا ومشيت لقيت موتوري عندهم. إيوا الحمد لله، وهادي بعدا نقصات علينا. إيوا هاني غنمشي نجيب لك الأمانة. واو، وهي عندي ملكة الجمال في الدار وانا ما عايقش. هي غنبان في العرس قرطاسة ولا مدفع؟ اقون بولا عنقودية، ابنادم غايشوفك وبغايتشتت. هو يلا يمشيو. باي باي. يا شنو ظهر لك؟ العرس داز واعر ياك؟ وحتى عائلة يوسف ما مخصوصاش، وزيد عليها تاهو خدام في ألمانيا، وجا المغرب وجيوبو عامرين. واخا كواك الأوركسترا كانت ناقصة شوية، أماشي تاليه. ويلي شوفوا الراجل أشنو مقابل، واش نتا مشيتي باش تفرح لصاحبك ولا مشيتي باش تدير ناقد فني؟ عندك الصح، ونمشي نعس. إيوا بلاتي بعدا غير بدل حوايجي. جليلة فلاتيني، شفتي شي مصيبة؟ فينا هي المضمة ديال الذهب؟ ويلي فينا هي المضمة؟ ورا أنا اللي تنسول، ياك انتي اللي كنتي لابساها، علاش حيدتيها؟ أنا ما حيدت والو، أم اللي لبستها ما فرقات ذاتي، ميمتي واش طاحت ولا تسرقات ما عرفت، المليون مشى. أنتي كيفاش تسرقات ولا طاحت؟ أما عرفت طاحت ولا تسرقت يعني مشات. لك ما تكون طاحت لك في الطاكسي. من اللي ركبنا في الطاكسي حسيت بها كاينة. واه بهاد السهولة طاحت بلا ما تحسي بها؟ أما يمكنش تيبان لي داكشي اللي وقع. واش عقلت على الرقم ديال الطاكسي؟ أما عقلت على والو. وزيدون واش تظني الى لقاها مول الطاكسي غيرجعها ولا؟ راه مليون هذاك. امال الطاكسيات راه فيهم وفيهم، وهذه هي الطبيعه البشريه. ايوا دابا شنو المعمول؟ اش غنقول ليسرى؟ واش عرفتي شنو؟ وغا صلي عليها صلاه الجنازه، غنشوف واش غنديرو باش نشريو ليها مضمه اخرى وصافي. امال فقدتي الامان، غاسير المحطه الطاكسيات ربما يبان لك الشيفور ديال ديك الطاكسي اللي جينا معاه وسولوا عليك مولانا. يا ولا ما كاين والو. انا اللي ضيعتها، خاصني ندير شي حل. الحل هو غنبيع الموتور، واخا يجيب غير 4000 درهم، وحنا خاصنا مليون. غادي نبيعو التلفازه والثلاجه ونزيد شي بركه صغيره عندي في البنك، هادشي اللي كاين. احبيبي انا لازم نشوف شي خدمه. واش انتي مصره بزاف؟ وانتي عندك لا ليسونس فرنسيه؟ ايوا دابا نشوف واحد صاحبي خدام في واحد المركز ديال الاتصالات يشوف لك شي خدمه، وانا غنمشي للمحطه الطاكسيات نشوف عليك مولانا. مرحبا اختي جليله. ايوا بلاتي ندير لك بعدا شي كويس ديال اتاي. بلاش غاقلتي على ما يجي عثمان. ماشي مشكل، ولكن تنشوفك متغيره
وما عجبانيش ياك لاباس. لا والو باس، غير بغيت نقول ليك على ملي سلبتيني المضمه ديال الذهب. وعلاش مشؤومه؟ البارح فاش كنا مشينا للعرس، ملي كنا راجعين للدار طاحت ليا في الطاكسي. ايوا صافي، غبعنا انا وعثمان الموتور والتلفازه والثلاجه باش شرينا لك وحده اختها. واشنو اخر؟ رجع عثمان كيشد الطوبيس. ايوا دابا عاد تعاودي ليا. اش غنعاود ليك وانتي درتي فيا خير وسلفتيني المضمه ديالك، وانا لازم نردها ليك الامانه صاحبتي. اما نقدرش نجي لعندك ونقول لك سمحي ليا. يا الهبيله، شكون قال لك بالله راه ديك المضمه ديال الذهب؟ علاه ماشي ذهب؟ لا 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 لا، باينه صاحبتي ذهب. وهذيك المضمه راه غاديه للبلاكيور، وكيف تتعرفي البلاكيور بحالو بحال الذهب. ايوا ديك المضمه خويتي راني شريتها غاب 250 درهم ماشي مليون. ويلي 250 درهم؟ ايه لالا 250 درهم. تنعرف واحد السيد تيمشي للشمال وصيتو يجيبها ليا. ما يمكنش ما يمكنش. كيفاش ما يمكنش؟ الا بغيتي نوصيه يجيب لك شي وحده ماشي مشكل. اهي بعنا حوايجنا كاملين ورزينا روسنا على مضمه ب 250 درهم. هاد الشيء اللي كاين، يعني خدينا من عندك مضمه تساوي 250 درهم وبدناها لك بوحده ديال مليون. لو كون جيتو لعندي وصارحتوني ما يوقعش هاد الشيء وتخسروا فلوسكم. وسيروا اختي ردوها لمولاها وشدوا فلوسكم وعوضوا داك الشيء اللي خسرتو. وانتي وعثمان راكم خوتي، وديك المضمه الله يسامح. في بعض الاحيان الكرامه وعزه النفس حتى هي تتخلي بنادم عريان. في بعض الاحيان هذا هو علاش الانسان خاصو يكون حاجتك حاجتك ولا حاجه الناس. حاجتك الى ضاعت ما يهمك الحال، ولكن حاجه الناس تخلي العقل موسوس ويبقى يكدد في صباعو. ايوا هذا هو حال الانسان، خاصو يحضي راسو ويرد بالو ومن الاخطاء تتعلم منها.